بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. في ألفية مالك في النحو والصرف للعلامة محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، يقرأها عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل. المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مذني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثل وكافتقال أصلا، ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفث، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم، والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزنا، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندروا، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا، بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامل ومذنبي، وشبه ذيني وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، أولو وعالمون عليون، وأرضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطلد، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس لا تستعملوه فانتبه، وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل،
وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أن ردف، واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا، وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه، وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف، فالألف انوي فيه غير الجزم وابد وأنصب ما كيدعو يرمي، وارفع والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. النكرة والمعرفة. نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من أكرمك والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. للرفع والنصب وجر ما صلح كارف بنا فإنما من المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نرتبط إذ تشكر، وزر ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة زن فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل ين نفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل كسوكم مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. العلم. اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدق من وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبعي أن يردف، ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادا وأدد، وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم للفجرة. اسم الإشارة. لذا لمفرد مذكر أشر بذي وذهتيتا على الأنثى اقتصر، وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو هاهنا أشر إلى دال المكان وبه الكاف صلا، في البعد أو بثنفه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا. الموصول. موصول الأسم الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي
بل ما تليه أو له العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللات واللاء التي قد جمعا، واللائك الذين نذرا وقعا، ومن وما وأن تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي لديهم ذات، وموضع اللات أتى ذوات، ومثل ماذا بعدما استفهامي، أو من إذا لم تلغ في الكلام، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي يوصل به كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير من حذف، وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل، فالحذف نزر وابوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفضا، كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. المعرف بأداة التعريف: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبري، كذا وطبت النفس يا قيس السري، وبعض الأعلام عليه دخلا، للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحلفه سياني، وقد يصير علما بالغلبة، مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف ألبي إن تنادي أو تضف، أوجب وفي غيرهما قد تنحذف. الابتداء: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني، فاعل أغنى في أسار ذاني، وقسوة استفهام من نفي وقد، يجوز نحو فائز أولي الرشد، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفعوا مبتدا بالابتداء، كذاك رفعوا خبر بالمبتدا، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة، حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى، بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة، وهل فكن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقس ما لم يقل، والأصل في الأخبار أن تؤخرا، وجوز التقديم إذ لا ضررا، فامنعه حين يستوي جزءان عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبرا، أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدا، أو لازم الصدر كمن لمنجدا، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبين يخبر، ك
كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا وخبر المحصول قد أبدا كما لنا إن اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف خبر حتم وفي نص يمين لا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقد لحى لما يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء كان وأخواتها ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زالا برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماض منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسما إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أمن أنت برا فاقترب ومن مضارع كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم فصل في ما ولا ولاتا وإن المشبهات بليس إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جرا للخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تني لات وإن ذا العملا وما لنات في سواح من عمل وحذف للرفع فشا والعكس قل أفعال المقاربة ككان كادا وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلونق أن مثل حرى وبعد أوشك انتثاء نزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أمع الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدي وحد وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد عسخ لو نقع أوشك قد يرد غنا بأن يفعل قد عن ثاني فقد وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إلى اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتفى الفتح زك إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه دضغني وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري
فاكثر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إنا ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. وكسروا من بعد فعل علقا بالله كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي مع تلمس الجزا وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزر. ولا يلي باللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. وتسحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر، ووصل ما بالحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليتا ولعلا وكأن. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استوني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تنفيه غالبا بإن ذي موصلا، وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفي سنو لو وقليل ذكر لو. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت كأو مكررة، فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. ومفردا نعتا لنجمي يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت للفصل انتما، وأعطلا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. ظن وأخواتها. انصب بفعل القلب جزئي ابتداء أعني رأى خال علمت وجدا، ظن حسبت وزعمت مع عد حجى درى وجعل الذك اعتقد. وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد أنزما. كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك، وجوز الإلغاء لا في ابتداء وانوي ضمير الشأن أو لا مبتداء في مهم إلغاء ما تقدما، والتزم التعليق قبل فيما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا لهم حتم. لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمه، ولرأى الرؤيا النمال علما طالب مفعولين من قبل انتما. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن لبعض ذي فصلت يحتمل. وأجري الأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أعلم وأرى. إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما، وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا،
والثاني منهما كثالث كساء فهو به في كل حكم ذو اتساء. وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبى كذاك خبرا. الفاعل، الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد قالوا سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا. وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كابت هند الأذى. وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذا تحري. وقد يبيح الفصل ترك التائفي نحو أتى القاضي بنت الواقف. والحذف ما فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير للمجاز في شعر وقع. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا. والأصل في الفاعل أن يتصلا، والأصل في المفعول أن ينفصلا. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. وأخر المفعول إن لبس حذر، أو أضمر الفاعل غير منحصر. وما بإلا أو بإنما انحصر، أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. النائب عن الفاعل، ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كميل خير نائلي. فأول الفعل اضمما والمتصل، بالآخر اكسر في مضي كوصل. واجعله في مضارع منفتحا كيمتحي المقول فيه ينتحا. والثانية التانية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. واكسر أو اشمن فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. وما لفاباع لما العين تلتلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي. وقابل من ظرف أو من مصدري، أو حرف جر بنيابة حري. ولا ينوب بعض هذه إن وجد، في اللفظ مفعول به وقد يرد. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. في باب ظنى وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. اشتغال العامل عن المعمول، إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فسابقا صبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعدما إلاؤه الفعل غلب. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاطفا مخيرا. والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل. وعنقة حاصلة بتابع كعنقة بنفس اسم الواقع. من فضلك تابع بقية المادة. تعدي الفعل ولزومه، علامة الفعل المعدى أن تصل
ها غير مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. ولازم غير المعدى وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم، كالأفعال اللوى المضاهق عن سسا، وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا. وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر، نقلا وفي أن وأن يطردوا مع أن لبس كعجبت أن يدوا. والأصل سبق فاعل معنى كمن، من ألبسا من زاركم نسج اليمن. ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما. التنازع في العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل، فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعوه والتزم ما التزما، كيحسناني ويسيء ابناكا، وقد بغى واعتديا عبداكا. ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أو هلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا، نحو أظن ويظناني أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدولي الفعل كأمن من أمن، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. توكيد نون وعن يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، وقد ينوب عنهما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. وما لتوكيد فوحد أبدا، وثن واجمع غيره وأفردا. وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا لذ كندلا. وما لتفصل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصر ورد، نائب فعل الاسم عين استند. ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. كذا كان التشبيه بعد جملة، كنيب كم بكاء ذات عضلة. المفعول له. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب ألوان شد. لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمنا في اضطراد كهنا امكث أزمنا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كإن وإلا كان وإلا فنوه مقدرا. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وما يرى ظرفا وغير ظرفي، فذاك ذو تصرف في العرف. وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. المفعول معه. ينصب تالي الواو مفعولا معه
في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق. النصب لا بالواو في القول الأحق، وبعدما استفهامنا كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو يعتقد إضمار عامل تصب. الاستثناء: ما استثنت إلا مع تماني ينتصب، وبعد نفين أو كنفين تخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد، وإن يفر سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا، وإن تكر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع. في واحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد. كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنا بإلا نسبا، ولي سوا سوا سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا. واستثني ناصبا بليس وخلا، وبعدا وبيكون بعد لا، وجرر بسابق يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد، وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. وكخلا حاش ولا تصحبما، وقيل حاش وحشا فاحفظهما. الحال: الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حال كفردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره مالك وحدك اجتهد، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن، من حد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستشهدا. وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا، فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. وعامل ضمن معنى الفان لا حروفه مؤخرا لن يعملا، كتلك ليتا وكأنا وندر، نحو سعيد مستقرا في هجر، ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معان مستجاز لن يهن. والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفردي، وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع جعلن مسندا. وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما، والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. التمييز: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر أرضا وقفيز برا،
ومنوين عسلا وتمرا، وبعد ذي وشبهها إذا أضفتها كمد حنطة غذاء. والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. والفاعل الما ننصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا. وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا. وجر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التمييز نزرا سبقا. حروف الجر. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن علا. مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعلا ومتى. بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والوا ورب والتاء. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاكها ونحوه أتى. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدي الأزمنة. وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. للا انتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهماني بدلا. واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. وزيد والظرفية استب بباء وفي وقد يبينان السبب. بالبستع وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي. على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عني من قد فطن. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعلا. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا. ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مزدعا. وإن يجر في مضي فكمن هما. وفي الحضور معنى في استبن. وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما. وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف. وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل. وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. الإضافة. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطول سينا. والثاني يجرر ونو من أو في إذا. لم يصلحن ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك واخصص أولا. أو أعطه التعريف بالذي تلا. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنن جمعا سبيله اتبع. وربما أكسب ثان أولا تأنيثا كان لحذف موهلا. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد. وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى أهسما ظاهرا حيث وقع. كوحد لبى ودوال سعدا وشذ إلاء يدين لبى. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ. أضف جواز النحو حين جانب إذ. وابن أواعرب ما كإذ قد أجنيا. واختر بنا متلو فعل بنيا. وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا.
وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرف أي وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجزاء مخصوصا بالمعرفة موصولة أي وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلاما وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر ومع ما فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل واضمن بناء غير لنعد تما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولى فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعة أو نداء المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف ليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكك ابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحلا فحسن إعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاصفة أو مسندا وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي وجر أو انصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه وما لما النهض وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكاشلل وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدر أو فعالا فأول لذي امتناع كابا والثاني الذي اقتضى تقلبا لدى فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل فعولة فعالة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا
وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية واجملا إجمال من تجملا تجملا واستعذ استعانة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى وضمما يربع في أمثال ما قد تلمما فعلال أو فعللة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا وهو قليل في فعلت وفعل غير معد بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم فاعل وصوها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سابية وجب فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون المصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع السما من الخلاء ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز يوسما التعجب بأفعل انطق بعدما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلين وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يصح وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما وصوهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيلا فعلا وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر وفعل هذا الباب لن يقدما معموله ووصله به الزما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر نعمة وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني ال او مضافين لما قارنهما قارنها كنعم عقبى الكرما ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل ويذكر المخصوص بعد المبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وأن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى واجعل كبئس ساء واجعل فعلا
من ذي ثلاثة كنعم مسجلا، ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، وإن ترد زما فقل لا حبذا، وأولد المخصوص أيا كان لا، تعدل بذا فهو يضاهي المثلا، وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء ودون ذا انضمام الحا كثر. أفعل التفضيل صوغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبل نذؤب، وما به إلى تعجب وصل، لمانع به إلى التفضيل صل، وأفعل التفضيل صله أبدا، تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، وإن لمنكور يضف أو جردا، ألزم تذكيرا وأن يوحدا، وتلو ألط طبق وما لمعرفة، أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن، وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا، إخبار التقديم نزرا وردا، ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول، نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق، وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا، ونعت بمشتق كصاب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعت بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي، ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطع واتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا، وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا، وكلا يذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعاء وأجمعون ثم جمعوا، وإن يفيد التوكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل، واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا، وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرج ادرجي، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا، ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. ألفية بن مالك. باب العطف. العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، فأولينه من وفاق الأول
ما من وفاق الأول النعت ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق، فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أمو كفيك كفيك صدق ووفاء، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا، فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني، والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي، واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة، بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت، خير أبح قسم بأو أبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفد نطق بنطق للبس منفذا، ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، وأو لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا، وليس عندي لازما إذ غداتا في النظم والنثر الصحيح مثبتا، والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي، وحذف متبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل يصح، وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذال الإضراب عزئ قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كذره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدا، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا، وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن. النداء وللمنادى الناء أو كالنائيا وأي وآكذا أيا ثم هيا، والهمز للدان ووالما ندب أو يا وغير وا لدى اللبس اجتنب، وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف علما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله، وابن المعرف المنادى مفردا على الذي في رفعه قد عهدا، والانضمام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى ذي بناء جددا، والمفرد المنكور والمضافا وشبهه انصب عادما خلافا، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد أزيد بن سعيد لا تهن، والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حتما، واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا،
وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض. فصل. تابع للضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كزيد ذا الحيل وما سواه ارفع أو انصب واجعلا كمستقل نسقا وبدلا وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة في نحو سعد الأوسي ينتصب في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثاني وضم وافتح أو أولا تصب واجعل منادا صح إن يضفنيا كعبد عبد 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 عبديا وفتح أو كسر وحذف يستمر في يبن أم يبن عم لا مفر وفي النداء أبتي أمتي عرب واكسر أو افتح ومن اليتاع وض. أسماء لازمت النداء. وفل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطردا في سب لنث وزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فلو. الاستغاثة. إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. الندبة. ما للمناد اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. ومنتهى المندوب صلة صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد وقائل وعبديا وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا. باب الترخيم. ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهوى الذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي فما فوق والعلم دون إضافة وإسناد متم ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمرو النقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنو محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثموديا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة وللضرار الرخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. الاختصاص. الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإسر ارجونيا وقد يرى دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل. التحذير والإغراء. إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذا لأن ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار ك
كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاسا تبذ، وكمحذر بلا يجعلا مغرا به في كل ما قد فصلا. أسماء الأفعال والأصوات. ما ناب عن فعل كشتان وصه، هو اسم فعل وكذا أو وهومه، وما بمعنى افعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نذر. والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، كذا رويد بل هناصبين، ويعملان الخفض مصدرين. وما لما تنوب عنه من عمل، لها وأخر ما لذي فيه العمل، واحكم بتنكير الذي ينون منها، وتعريف سواه بين. وما به خوطب ما لا يعقل، من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بين النوعين فهو قد وجب. نون التوكيد. للفعل توكيد بنونين هما، كنون يذهبن واقصدنهما، يؤكدان افعل ويفعل آتيا، ذا طلب أو شرطا أما تاليا، أو مثبتا في قسم مستقبلا، وقل بعد ما ولم وبعد لا، وغير إما من طوالب الجزاء، وآخر المؤكد افتح كبرزا، واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما، والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف، فاجعله منه رافعا غير الياء، والواو ياء كثعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو خشيا يا هند بالكسر ويا قوم خشون، وضم وقسم سويا، ولم تقع خفيفة بعد الألف، لكن شديدة وكسرها ألف، وألفا زد قبلها مؤكدا، فعلا إلى نون الإناث أسندا، واحذف خفيفة لساكن الردف، وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصف كان عدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا، وقفا كما تقول في قفا قفا. ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا، معنى به يكون الاسم أمكنا، فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، وزائد فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، ووصف نصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتاك أشهلا، وألغي عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنعى، ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثى وأخر، ووزن مثنى وثلاثى كهما من واحد لأربع فليعلما، وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا، وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق، والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معد يكربا، كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا، كذا مؤنث بها مطلقا، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث، أو كجور أو سقر، أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العادم تذكرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع، كذا كذو وزن يخص الفعلاء أو غالب كأحمد ويعلى، وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، والعلى امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعلا، والعدل والتعريف مانعا سحر
إذا به التعيين قصدا يعتبر، وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما. عند تميم وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا، وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. إعراب الفعل: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، وبلا انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن، فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا، أو قبله اليمين وانصب ارفعا إذا من بعد عطف وقعا. وبين لا ولام جر التزم إظهار الناصبة وإن عدم، لا فأن أعمل مظهرا ومضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا. كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن. وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبلا، وبعد فجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والحراء قد قصد الجزاء قد قصد. وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا. والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه إن ثابتا أو منحذف. وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل الروا. عوامل الجزم: بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما، وحيثما أن وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسما. فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. وبعد ماضي الرفع كالجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن، وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة، والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن. وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واو بالجملتين اكتنفا، والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم. فصل: لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤه مستقبلا لكن قبل، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن. وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفا. أما ولولا ولوما: أما كمهما يك من شيء وفا لتلو تلوها وجوبا ألفا، وحذف ذي الفقل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا. وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأوليا هل فعلا، وقد يليها اسم بفعل مضمر وعلقا بظاهر مؤخر.
الإخبار بالذي والألف واللام. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدا قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطى التكملة، نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان فدر المأخذا. وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتما، كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراع ما رعوا، وأخبروا هنا بألعن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما، إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واط من وقى الله البطل، وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أب وأنفصل. العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة، في الضد جرد والمميز جرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف. وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما، وأول عشرة اثنتي وعشرا اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا، وليال غير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف، وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا، وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما، وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب، وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا، واختمه في التأنيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا، وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما، وإن أردت مثل فا اثنين مركبا فجئ بتركيبين، أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي في، وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرا، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد، كم وكأي وكذا. ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما، واجزي ان تجره من مضمرا ان ونيت كم حرف جر مظهرا، واستعملنها محبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة، ككم كأي وكذا، وينتصب تمييز ذين أو به صله من تصب، ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب. الحكاية احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، ووقفا احكمال منكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل مناني ومنين بعد لي إلفان بابنين وسكن تعدلي، وقل لمن قال أتت بنت منه، والنون قبلة المثنى مسكنة، والفتح نزر وصلت والألف بما بإثر ذا بنسوة كنف، وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف، والعلم حكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترا. التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التك الكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، ولا تلي فارقة فعولا
أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تنيه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التتمتنع وألف التنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربا وطوبا ومرطا ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبار سمها سبطرا ذكرى وحثيث مع الكفر كذاك خليطا مع الشقارا واعزل غير هذه استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعال فعل لم فعولا وفعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا المقصور والممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكذا لنظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتأ والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. آخر مقصور تثنى اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كمتى في غير ذا تقلب واو الألف وأولها ما كان قبل قد أنف وماك صحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحياء بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء للتالزمن تنحيه والسالم العين الثلاثي اسما نل اتباع عين فاؤه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتما. جمع التكسير. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة وبعض ذي بكثرة وضع يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسما صح عينا أفعل وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلت عنه اضطرد والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلال فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعله وشاع نحو كامل وكمله فعلى لوصف كقتيل وزن وهالك وميت به قم لفعل اسما صح ما لما فعله والوضع في فعل وفعل قلله
وفعل لفاعل وفاعلة، وصفين نحو عادل وعادلة، ومثله الفعال فيما ذكرا، وذان في المعل لا ما ندرا. فعل وفعالة فعال لهما، وقل فيما عينه الياء منهما، وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال، أو يكن مضعفا، ومثله فعلي ذتا وفعل مع فعل فاقبلي، وفي فعيل وصف فاعل ورد، كذاك في إنثاه أيضا اضطرد، وشاع في وصف على فعلانا أو إنثيه أو على فعلانا. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. وتفي وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد، في فعل اسما مطلقا فعل له وللفعال فعلان حصل، وشاع في حوت وقاع مع ما ضاههما وقل في غيرهما. وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. من فضلك تابع بقية المادة. نواصل القراءة في باب جمع التكسير. ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي، وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد، في فعل اسما مطلق الفاء وفعل له وللفعال فعلان حصل، وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما. وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل. فواعل لفوعل وفاعلي، وفاعلاء مع نحو كاهلي، وحائض وصاهل وفاعلة، وشذ في الفارس مع مماثلة، وبي فعائل اجمعن فعالة، وشبهه ذاتاء أو مزالة، وبالفعال والفعالا جمعا، صحراء والعذراء والقيس اتبعا. واجعل فعالي لغير ذي نسب جدد كالكسي تتبع العرب، وبفعال لا وشبهه انتقاء في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، في غير ما مضى ومن خماسي جرد الآخر انفي بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العاد الربا يحذفهما لم يكلينا إثره الذي اختما. والسين والتامع منك مستدع أزل، إذ ببنى الجمع بقاهما مخل. والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبقا. والياء للواو احذف إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتما. وخيروا في زائدي سرندا، وكل ما ضهاه كالعلندا. التصغير. فعيلا جعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا، فعيعل مع فعيعيل لما فاق كجعل درهم دريهما. وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسما، لتنوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حتم، كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق. وألف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى، كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب. وهكذا زيادة أفعلانا من بعد أربع كزعفرانا، وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت، وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرة فأدر والحبيري. واردد لأصل ثانيا لننقلب،
فقيمة صير قويمة تصب وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذمال تصغير علم والألف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بترخم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى واختم بتتنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كس ما لم يكن بالتاء يراد لبسي كشجر وبقر وخمسي وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر وصغروا شذولا الذلة وذا مع الفروع منها تاوتي. النسب. يا أنكي الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه احذف وتاء تأنيث أو مدته لتثبتا وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن لشبه الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى والألف الجائز أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل والحذف في اليرابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن وأول ذا القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث في نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالالف وفعلي في فعيلة التزم وفعلي في فعيلة حتم وفعلي في فعيلة التزم وفعلي في فعيلة حتم وألحقوا معللا من عريا من المثالين بما التاوليا وألحقوا معللا من عريا من المثالين بما التأوليا وتمموا مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مرحا ولسان تمما وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمما إضافة مبدوعة بابن ناوب أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سواها لنسبا للأول ما لم يخف لبس كعيد الأشهل فيما سواها لنسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يك رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذا توفية وبأخ أختا وبابن بنتا ألحق ويونس أبا حذف التاء وضاعف الثاني من ثنائي ثانيه ذولي كلا ولائي وإن يكن كشية ملفى عدم فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع وإن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. الوقف. تنوين إثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقت نونها قلب وحذف يا المنقوص للتنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد اليقت في وغيرها التأنيف من محرك سكنه أوقف رائي من المتحرك أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحيكه لن يحضلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا
والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع. في الوقف تاء تأنيث لاسمها جعل، إن لم يكن بساكن صح وصل. وقل ذا في جمع تصحيح وما، ظها وغير ذين بالعكس انتما. وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كع أو وكيع يجزو من فرع ما رعوا. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى. ووصل ذي الهاء يجري بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام المستحسنا. ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا. وربما أعطي لفظ وصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. الإمالة: الألف المبدل من يا في الطرف، أم الكذا الواقع منه اليا خلف، دون مزيد أو شذوذ ولما، تليهها التأنيث ملها عدما. وهكذا بدل عين الفعل إن يؤلو إلى فلت كما، هي خف دن كذاك تالي الياء والفصل تفر بحرفنا ومعها كجيبها أدر. كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي، كسرا وفصل الهاكلا فصل يعد، فدرهماك من يمله لم يصد. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا، وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل. كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر. وكف مستعل وراء ينكف بكسرا كغارما لا أجف، ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا، ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. والفتح قبل كسرا في الطراء في الطرف، أملك للأيسر مل تكفى الكلف. كذا الذي تليه التانيث في وقف إذا ما كان غير ألف. التصريف: حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. ومنتهى اسم خمس إن تجردا، وإن يزد فيه ثما سبع نادا، وغير آخر الثلاثي افتح وضم، واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل. وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم. ومنتهاه أربع إن جردا، وإن يزد فيه فما ستا عدا لاسم مجرد الرباع فعللوا. وفعلل وفعلل وفعلل. ومع فعل فعلل وإن على، فمع فعلل حوى فعللا. كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص تما. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي، بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد وزائد بلفظه اكتفي. وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي. وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل، واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلم لمي. فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين. وليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوعا. وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي. والتاء في التأنيث والمضارعة
ونحو الاستفعال والمطاوعة، والهاء وقفا كلمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة، وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت. فصل في زيادة همزة الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلاء، والأمر والمصدر منه وكذا، أمر الثناثي كخش وامض وانفذا، وفي اسم استن ابن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، وأيمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. الإبدال. أحرف الإبدال هدأت موطيا، فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا إثراء ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في، والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد، كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا، وافتح ورد الهمز فيما يا فيما أعل، وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثله راوة جعل، واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد، ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة يسكن كآثر وأتمن، يفتح إثر ضم أو فتح قلب، واوا وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم، واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم، فذاك ياء مطلقا جاء وأم، ونحوه وجهين في ثنيه أم، وياء نقلب ألفا كسرا تلا، أو ياء تصغير بواو ذفعلا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا، في مصدر المعتل عين والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول، وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلان فيه حيث عن، وصححوا فعلتنا وفي فعل وجهان والإعلان أو لك الحيل، والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب، إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف، ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما، وواو نثر الضم رد يا متى ألفي لام فعل أو من قبل تاء، كتائبان من رماك مقدرة كذا إذا كسب عان صيرة، وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. فصل. من لام فعل اسما أتى الواو بدل يا إنك تقوى غالبا جال البدل، بالعكس جاء لام فعلى وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى. فصل. يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا، فيا أن الواو اقلبن مضغما وشذ معطى غير ما قد رسما، من واو نوياء بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل، إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف، وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا، وإن يبن تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعل، وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق، وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلما، وقبل يقلب ميمن النون إذا كان مسكنا كمن بتا بذا. فصل. لساكن صحا قل التحريك من ذي لينات عين فعل كأب
ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض وهو وبلا من عن لا ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاها مضارعا وفيه واسم ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرب وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي وذي الياء اشتهر وصحح المفعول من نحو عدا وأعلن لم تتحر الأجودا كذا كذا الوجهين جا الفعول من ذي الواو لا جمع أو فرد يعن وشاع نحو نيم ونوفي نوم ونحو نيام شدوده نمي فصل ذلين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في للهمز نحو تكلا طات افتعال رد إثر مطبقي في الدان والذل والذكر دالا بقي فصل فأمر أو مضارع منك وعد احذف وفي كعدة ذاك الطرد وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقر رن وقرن نقلا ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقر رن وقرن نقلا الإدغام أول مثلين محركين في كلمة أدغم لا كمثل صففي وذلل وكلل ولببي ولا كجسس ولا كخصصبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل وحي يفكك وأدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البراه وصحبه المنتخبين الخيره. انتهت ألفية ابن مالك، قرأها عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.